نروح كمان نشوف على مستوى الصحف العالمية والأوروبية قالت إيه في المحترف. هنبدأ رحلتنا في الصحافة في إنجلترا، جريدة صن الإنجليزية اللي ركزت على عودة البرازيلي أنطونيو طبعا للتدريبات الجماعية لمانشستر يونايتد بعد خضوعه للتحقيق فيما يتعلق أكيد بقضايا العنف المنزلي. أكدت الصحيفة أن اللاعب قد شارك رفقة طبعا الفريق في دوري أبطال أوروبا وهيشارك بشكل رسمي. اسبانيا موندوفو ديبورتيفو الاسبانيه سلطت الضوء الحقيقه على تجديد زي ما قلت لحضراتكم عقد لامين يامال موهبه برشلونه حتى 2026، والصحيفه قالت ان النادي الكتالوني وضع شرط جزائي قدره مليار يورو لتفويت الفرصه على اي نادي لضم اللاعب في المستقبل. توتو ميركاتو الايطاليه ركزت على النواحي الاقتصاديه للدوري الايطالي الحقيقه، وخاصه إن البطولة خلال الموسم الحالي والماضي أثبتت إنها ذات جاذبية كبيرة جدا، لذلك هناك رغبة كبيرة في رفع قيمة البث الفضائي من 870 مليون يورو إلى مليار و200 مليون يورو للموسم الواحد. فرنسا جريدة ليكيب الفرنسية سلطت الضوء على مودريتش، لوكا مودريتش طبعا لاعب ريال مدريد، ورغبة ديفيد بيكام مالك نادي طبعا انتر ميامي في ضم اللاعب لصفوف الفريق الامريكي لمزاملة طبعا النجم العالمي ليونيل ميسي.